انا لينا اعبر مدينة خميسات، كنتمنى مالك نجي زورنا في هذه المدينة المهمشة. السلام عليكم، معكم عبسلام الطير من مدينة خميسات، أناشد وأطالب بزيارة ملكية إلى المدينة المنكوبة والمنسية وشكرا. السلام عليكم، أنا اسمي إسلام من مدينة خميسات، أطالب جلالة الملك نصره الله بالتفاسة لزيارة هذه المدينة المهمشة. السلام عليكم، معكم أشرف بالحسين من فرانكفورت من ألمانيا، تحية احترام وتقدير واعتزاز لكل المشرفين على الصفحة الفيسبوكية ديال نبض الخميسات، هاد الصفحة اللي كتجمع الزموريين اللي كيغيروا على بلادهم وعلى أقليم الخميسات في العالم بأسره، واللي ولات واحد جسر ديال المحبة ما بين جميع الإخوان والأخوات اللي كتجمعهم الخميسات الغالية. وتحية أيضا لكل الزموريين الأحرار داخل وخارج الوطن. النداء ديالي من هذا المنبر إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باش يقوم واحد الزيارة مولوية لأقليم الخميسات اللي كتعيش العزلة، اللي كتعيش تهميش، اللي كتعيش الإقصاء على جميع المستويات. هذه الزيارة اللي غتكون بإمكانها تكون فرصة للإطلاع على الأوضاع المزرية اللي كتعيشها ساكنة الخميسات. التوابيت كتجمعنا، الله، الوطن، الملك، والخميسات سوف نفديك ونكافح من أجلك باش نردو لك الاعتبار. تحياتي. أنا أيوب من مدينة خميسات، كنطالب بالزيارة الملكية لهذه المدينة هذه، ويقدو علينا باش إن شاء الله تولدونا من القدم. السلام عليكم، معكم حنان بنت بلدية الخميسات، مقيمة حاليا بالديار الإيطالية. كنناشد وكنطالب جلالة الملك بزيارة ملكية خاصة لمدينة الخميسات، المدينة ديالتنا الحبيبة، المدينة المهمشة، وعاش الملك، والله، الوطن، الملك، والسلام عليكم. السلام عليكم، توفيق بوشعرة من ديار المجر، نطالب بزيارة ملكية إلى مدينة الخميسات خاصة وإلى إقليم الخميسات عامة، شكرا. السلام عليكم، حبابنا حياكم الله، معكم فاطمة زهرة أقشمير من مدينة خميسات، مقيمة بالرباط. كان طلبوا صاحب الجلالة الله ينصره بزيارة ملكية لمدينة خميسات وإقليم خميسات، حفظكم الله مولاي، وكنتمنوا كل سكينة خميسات كتمنى الزيارة ديال سيدنا الله ينصره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، من هذا المنبر هذا معكم أحمد بن عقاء من مدينة الخميسات، كان طالبوا الزيارة الملكية للمدينة المنسية، وشكرا. وشكرا مرة أخرى لمجموعة نبض الخميسات، وشكرا مرة أخرى لجمعية نبض الخميسات للتنمية، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، فاطمة من خميسات، أطالب بزيارة ملكية لهذه المدينة المنكوبة والمهمشة بامتياز. السلام عليكم، معكم عمر رحماني من مدينة الخميسات والمقيم حاليا بالديار الأمريكية، نطالب بزيارة ملكية إلى مدينة الخميسات المهمشة والمقصية، وكنتمنى إن شاء الله تكون بحالها بحال المدن الأخرى إن شاء الله، فبزاف ديال الحوايج اللي تخلي إن شاء الله مدينة الخميسات تقوم بواحد النهضة حقيقية إن شاء الله. السلام عليكم، نبض الخميسات، معكم سكينة من مدينة سمارة، أنا ماشي زمورية ولكن الزوج ديالي من مدينة خميسات، يعني كله نصف زمورية. جيت اليوم بدوري كنطالب بزيارة ملكية لمدينة الخميسات حيث كتعاني بزاف ديال التهميش، بغيت ولاد خميسات يوقفوا كاملين وقفة واحدة باش يزيدوا بمدينتهم القدام، وديجا راه وقفوا، وكنعطيهم شابو ديالهم وبغافو بغافو بغافو ليهم بزاف. كنتمنى لكم غير الخير، وانا اليوم كنشجعكم وكنضم لكم صوتي، وكنتمنى بتزيدوا مدينتكم القدام، وان شاء الله ما يكون غير الخير، حيت فاش كتجيب واحد الطلعه بحال هكا في الاول كيكونوا بزاف ديال المشاكل، ولكن في النهار كتطلعوا وان شاء الله غتوصلوا وغتوصلوا بمدينتكم لداكشي اللي بغيتو. كنقدم لكم التحيات ديالي وشكرا لكم بزاف، وبسلام عليكم. السلام عليكم، نبض الخميسات، معكم سكينة من مدينة سمارة، أنا ماشي زمورية ولكن الزوج ديالي من مدينة خميسات، يعني كله نصف زمورية.
جيت اليوم بدوري كنطالب بسيارة ملكية لمدينة الخميسات حيث كتعاني بزاف ديال التهميش. بغيت ولاد خميسات يوقفوا كاملين وقفة واحدة باش يزيدوا بمدينتهم القدام، وديجا راه وقفوا وكنعطيهم شابو ديالهم وبغافو بغافو بغافو ليهم بزاف. كنتمنى لكم غير الخير، وانا اليوم كنشجعكم وكنضم لكم صوتي وكنتمنى بتزيدوا مدينتكم القدام، وان شاء الله ما يكون غير الخير. حين فاش كتجيب واحد طلعه بحال هكا في الاول كيكونوا بزاف ديال المشاكل، ولكن في النهار كتطلعوا وان شاء الله غتوصلوا وغتوصلوا بمدينتكم لداكشي اللي بغيتو. كنقدم لكم التحيات ديالي وشكرا لكم بزاف وبسلام عليكم. السلام عليكم الاخوان ديالنا، السلام عليكم ناس ديال خميسات، تحيه لكل زموري، تحيه لكل ولد خميسات، تولد في خميسات. حنا عشنا في خميسات وقرينا في خميسات وكبرنا في خميسات، الحمد لله كتب لنا اننا نغادروا مدينه الخميسات. وكانت خميسات من اجمل المدن المغربيه، كانت الطبيعه، كانوا الاجواء، كانوا الاصدقاء، كانوا الخوت. قرينا فيها، ما خلينا حتى مدرسه الحمد لله، قرينا في مدرسه الزرقطوني الابتدائي، قرينا الاعدادي في الامام مالك، قرينا الثانوي في موسى بن نصير، خدينا البكالوريا ديالنا. المهم من هذا الشيء كامل هو ان بغينا خميسات تكون مدينه، يعني تشرفنا وتشرف ولاد خميسات، مدينه في المستوى اللي يجي الواحد يلقى راحته فيها، يجي البراني يلقى راحته فيها، يجي ولد البلاد يلقى راحته فيها. في جميع الاحوال حنا بغينا لها غير الخير، وكنطالبوا بواحد زياره ملكيه سريعه في اقرب وقت ممكن، لان خميسات محتاجه بزاف لهاد الزياره هادي، لان خميسات تضررات، ما بقاتش مدينه ولات قرويه. على اي حال حنا كننتظروا هاد الزياره هادي ونتمنوا ان يتسمع الصوت ديالنا وتنحصلوا على هاد الزياره هادي. وكنقول لكم شكرا بزاف، اخوكم انور خميسات من المانيا، والله يحفظكم وشكرا بزاف، والله يسهل علينا كاملين وشكرا. السلام عليكم، معكم فتح شريف من الديار البلجيكيه، نناشد امير المؤمنين اعزه الله بزياره ملكيه شريفه الى خميسات الغاليه المقهوره المنسيه وشكرا. انا زينب كنوني من خميسات، بغينا زيارات ملكيه وشكرا. هدايه معدني من خميسات، طالبه زياره ملكيه.